السلام عليكم خوتي وخواتاتي، في فيديو جديد معكم افشل يوتيوبر في ضرب التبانة، 20 يوم بلا فيديو، انسان فرشة يقتل. ما عليناش خوتي، خلينا مني. اليوم رانا رايحين نديرو مراجعة لحفل جوائز منشئي المحتوى. قصدك راح تحرش بهم؟ لا لا حاشا، انا خاطينا هاد العفايس يا اخو، انا انسان مراجع، ننتقد المحتوى فقط. اولا يا خوتي، وشنو هو هاد الحفل؟ الحفل هذا قال لك يجيبوا فيه صناع محتوى مشهورين في الجزائر، وكاين بزاف اصناف، عندك الجيمينغ، كوميديا، اعمال خيريه، سياحه، دراري صغار، يا ودي مخلطه، حتى للدوك كلش انتيك. الغير الانتيك هي الناس اللي جابوهم كصناع محتوى، كاين بزاف عباد واحد ما يعرفهم. شغل بانوا غير في التيك توك جابوهم ديراكت، من التيك توك جابوهم كرموهم. كيما الفئة تاع الجيمينغ يا خاوتي، لكم ان تتخيلوا بلي الفائز بالجائزة هادي ماشي الفايبر وماشي ريداكس وماشي افينو. اذا ماشي هاد ثلاثة شكون امال؟ الفائز بالجائزة طفلة. انا عميه طفلة. المشكل الكبير يا خاوتي، كامل كيما رانا 40 مليون ولا باش حرانا، جامي تلاقينا بالطفلة هادية. هل عندها شان يوتيوب دير فيها لي فيديو؟ هل دير لي لايف في تويتش ولا في منصة كيما تويتش؟ لا لا خاوتي، هنا قريب. الاخت هادي دير لي لايف في التيك توك. نعم التيك توك، وهاد الحاجة زيت أكد لك بلي المنظمين تاع الحفل هادوما ماشي عباد، جايبين طفلة دايرة جبراتا جيمينغ، عطاولها جائزة أفضل جيمر في الجزائر. سي أسالا سلي. برافو. أسالا سلي هي فائزة في فئة الجيمينغ في الديجيتال كرياتور أوارد في طبعة. ونقول عطاولها، على بالي واش راني نقول. لا ماشي زعما فوطاو عليها الناس وداتها، لا لا عطاولها الجائزه هذه باينه، خاطش قبل الحفل قال لك المنظمين بلي الجائزه هذه مدوها بالفوط. راكم معايا يعني لي فان تاوعك يفوطيو عليك تدي الجائزه هذه. الطفله هذه الفان بيز ديالها ما تلحقش سونكا، يعني كي تجي تقارنها بالفايبر اللي عنده نص مليون، افينو 300 كا، ريدكس 300 كا، هنا تفهم بلي امبوسيبل تديها. ومشي غير الفئه هذه اللي دارت ضجه كبيره وداها انسان واحد ما يعرفه، وكاين فئه واحده اخرى اللي هي فئه التعليم اللي كان مترشح لها عباد فري هاربين خاوتي، كيما قادو ميلود، ايو بيتر، بزاف عباد نسيتهم برك ما جاونيش في راسي دوكا. ومن بعد يجي يديها انسان واسمه عمار. ديجا اصلا شكون هذا عمار؟ مليون ونص. لا لا خاوتي، هذا يستاهل جائزة من الاخر، ما تقول لي والو، انسان خدم وش قاوعية تسمى يستاهلها. المشكل يا خاوتي حبيبنا هذا مر الحفل دار لهم دراما كحلة. الحاجة اللي ما تعرفوهاش على اخونا عمار، هو يدير المحتوى شغل ديني، يقريك عفايس الدين، الدعاء، صوالح، محتوى انتيك، محتوى هايل بزاف. ومور الحفل طاحوا عليه بالانتقادات، قال لك كيفاش رحت الحفل فيه الغنى وش طيح، كيفاش خمست مع امراه. اما باش يفهمهم في هاد المعمعه اللي صرات، راح دار لي ستوري وبدا يهضر. والله العلي العظيم ما تبدلت حتى حاجه، لانه يا جماعه علاه الحاجه اللي صدمتني اني الناس اللي كنت نحبهم صح جاوك فضدي في الوقت اللي لازم هما اللي كانوا راح يدعموني. على يا جماعه انا انسان ما خاطيني البروتوكولات هذو، خاطيني الحفلات هذو، حتى اني كي نطقوا اسمي اني ربحت شوكيت. انا في حياتي ما قلت انا نطلع هكذا ونربح حاجه ولكن الحمد لله اني طلعت وربحتها وتجاوزنا الحرام وحتى في مصافحه المراه سيد. والله يا جماعه سيد. شوف معايا يا خويا عمار، انت غلطت ونورمال بنادم وكانا غلطوا كيما قلت انت فمك. وخير خطائين التوابون. بصح المشكل علاش درت فيديو تبكي تسيط غير الناس اللي انتقداتك؟ خاوتي الدراما تاع السوشيال ميديا دي لا دينا لها، تحسهم شغل يعلموهم كاع بلي كي تغلط لازم تبكي باش يسمحوا لك. يروح في حفل راقص بنيته بارادته.
ها وعلى باله بلي راح يصرى هكذاك ورايح. لا يا جماعه ما تغلطوش فينا، والله العلي العظيم اننا مشينا على حسن نيه، ولكن حين يحضر الشيطان هي انت على بالك بلي كامل هاد الصوالح غالطين هكاك ورحت، وراك حاب تقول بلي ما رحتش برضايتك. يا جماعه والله سييت، والله حاولت اني نبعد قدر الامكان، ولكن حين يحضر الشيطان لا حول ولا قوه الا بالله. مسحت الموس في الشيطان. المشكل خويا عمار انت كي غلط وخمست مع المراه هذيك، هذاك يبقى شغلك، ما تسيش تبرر الخطا تاعك بالدين. بقينا في زوج خيارات، يا ننسحبوا ونخليه حين يذكر اسم الدين واحد ما ينطق، والله نريحه ثم ونعليه اسم الله عز وجل ونحليه ونعليه كلمة الإسلام. يا جماعة قال لهم سيد نرفع اسم الله، شغل السيد راه حاب يعلي الإسلام في حفل تاع جوائز، تحرش بينا يا أخو لو شنو؟ شغل من قاع الناس نخلوهم نجوليك انت يا باش تعلي لنا الإسلام والدين. ديجا راني بديت نتوسوس كيف هذا الإنسان ربح جائزة تاع التعليم، السيد ما يعرفش يهضر ويخلط برك. وهنا يا خاوتي هاد الهضرة كامل تدينا للجائزة المهمة، الجائزة اللي تزاير كامل كانت تستنى فيها، اللي هي أفضل صانع محتوى كوميدي في تزاير، اللي كان فيها 5 مترشحين في القائمة النهائية، اللي هما مراد أودية، بلال فاضيلي، ستانلي وصهيب وعبدو. هي الحقيقة والصراحة الكاميرا نورمالمون واحد من هاد الربعة يديها، يعني باش ما نديروش شكوك والصوالح، واحد من هاد الربعة يديها وتزاير قاعد شغل نورمال قاعد تفرح له. اما للمنظمين هاربين على الدنيا ويخموا بعيد، يروحوا يمدوا الجائزه لواحد المترشح اللي هو المترشح الخامس، انسان ينوض بكبس كبس ويرقد بها، اللي هو كريم. كريم هذا انسان متكون من زيرو حس فكاهي، 50% كبس كبس وال50 الباقيه الاخرى غماله. اما في الجزائر تلقى انسان ربح جائزه افضل صانع محتوى كوميدي بصح هو ما يصنعش محتوى، السيد يدير لايف مع الخليج ويبدا يحلل باش الناس تكبس وتطلع له اللايف. هي كون نجو نحكوا الصراحه هذا عيب تحطوا معاهم في لا ليست خاوتي، شغل ما جاياش بالك ما يعرفش مين بايدر مونتاج خاوتي تسميه صانع محتوى. المشكل يا خاوتي انا واحد من الناس اي حاجه في الدنيا تضحكني، انا النكت اللي كانوا يديروهم في الجورنال يضحكوني، النكت اللي يقولهم لك خالك الفكاهي يضحكوني، اي حاجه في الدنيا تضحكني ابار البنادم هذا. الانسان هذا قد ما يعصر روحه يبقى يبان طرف غماله من الاخر، انسان هذا ما يضحكش. اي انسان يقول كلمه ما عندها حتى معنى تضحكني، هذا ما يضحكنيش. قال لك انت هاكرتك بس اليوم يا جماعه نصحكم كاع في اللايف باش نبين لهم باللي حماو باش واكرتك بس جماعه، باش نبين لهم باللي احنا شواكر التكبيس، على الاقل ابذل المجهود باش تحشيها لهم. قال يا ودي صارحنا راني حاب ندير دراهم على ظهركم، ارواحوا نستغلكم ونضيع لكم وقتكم. هذا كذا اللي هو ظل يحكي عليا عمني، هو ظل يحكي عليا وش بدا لينا في الاستوريات. المهم صاحبي انا جاي ليك الباري نجو ليك نخدموك ملتاقة عمني، ما تخليش بقى نحكي لهم اني ناشلف تحكي لهم ديدي كاسمي 50 ولاية تحية الشعب الوطني تحية تبون تحية شنقريحة بيس. ما عليناش خاوتي رانا لحقنا. لا يا راك ليطا على بالنا علاه درت الفيديو علاه كيما عيطولكش للحفل هذا، تسمى راك حاب تقول بلي داقت لي كيما عيطولكش للحفل هذا تسمى درت فيديو نحرش بهم. ايه باينه كاع فقنا لك خو يا اخو. نقول لك حاجه من الاخر، اذا جا النهار اللي حطوا فيه راكليطه وكريم في قائمه واحده نرمي روحي من الويت يا ميطاش.